مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي الذي تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بافتتاحه اليوم هو مركز فريد من نوعه، يجمع 6 منظمات دولية تهتم بالتراث الثقافي تحت سقف واحد. هذه المنظمات تهتم بكل أطياف التراث الثقافي، سواء التراث المادي أو غير المادي، مهرجانات التراث، الألعاب الشعبية، التعليم الأكاديمي في التراث والتبادل الثقافي مع الحضارات القديمة مثل طريق الحرير في الصين وغيرها. هذا المركز تحت سقفه يمكن الالتقاء بمنظمات دولية كانت بعيدة يوما ما وكانت صعبة التواصل في مرحلة من المراحل التاريخية، ولكن الآن هي موجودة وتخدم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أي الوطن العربي من خلال ممثلين محليين ومن خلال أيضا قنوات مفتوحة بينها وبين المكاتب الرئيسية في العالم. وقعنا نحن يعني قبل أشهر مع المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث في المغرب شهادة يعني برنامج للماجستير في التراث الثقافي وفي التنوع الثقافي الذي والتنوع الثقافي هو مجال أقرته منظمة اليونسكو. فإن شاء الله في الفصل القادم من هذه السنة سيتم بدء الدراسة وسيكون لها ممثلين هنا من دكاترة ومحاضرين، وإن شاء الله خلال سنتين ستتخرج الدفعة الأولى لماجستير التنوع الثقافي الذي سيكون برعاية المعهد المغربي.